السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا لي ميثود نتاع كوبي وكوبي إيكولي. كيفما شفنا في برنامج مايكروسوفت وورد أن عملية الكوبي وكولي عندها بزاف الطرق، ونفس العملية تتكرر بالنسبة لبرنامج مايكروسوفت إكسل. مثلا أنا نعطي على سبيل المثال شي قيم، مثلا 15 20 30، ثم نعطي تلاحظوا انه كان عندي هذه القيم هذه، بينما انا اللي بغيت نكوبي هذه القيم يكفي انني غادي ندير واحد كوبي ثم غادي نتوجه. تلاحظوا ان هذا الزون اللي درت له كوبي، هذه المسافه اللي درت له كوبي تحتوي على ثلاثه ديال الخلايا او ديال السيلول في الينين، ثم عندها جوج لي كولون. دونك غادي نمشي نحدد انا مثلا شي وحده فيها جوج تاع لي كولون ثم 3 لين، ويكفي انني ندير كونترول في او لا كولي اللي كاينه في هذه الطريقه اللي كاينه في هذا ليكون بهذا الشكل. تلاحظوا انه مجرد هذه المساحه هذه دايره بواحد ليماج بهذا الشكل، واحد الخط بهذا الشكل هذا. اذا انا باقي عندي الحق ندير واحد العمليه تاع الكولي. نعاود نجي عاوتاني هنا وندير كولي، وانا لا بغيت نحيد مثلا هذا الخط هذا اللي داير بهذا مجموعة تاع لي ستيلين، يكفي انني كليكي دو فوا في اي مكان على سبيل المثال. تلاحظوا انه مش هذاك التحديد اللي كان على هذا اللوزين. كاينه واحد الطريقه اخرى او لا تقنيه اخرى في الكوبتاج، مثلا انا فاش تنسيليكسيون هاد لابارتي وتندير كونترول سي، يكفي انني نجي مثلا لهذه لهاد السيلول وحده وندير كونترول في. تلاحظوا انه هز بداليا من هاد لي سيلول، بداليا من هاد الكاز الاولى وبدا تيكوبي. اذا ممكن فاش نحدد انا البارتي مثلا كونترول سي، ممكن نجي نحدد عدد نتاع لي كولون عدد لي لين بهذا الشكل هذا ونجي ندير كولي، او لا يكفي انني نمشي كليكي على كاز وحده نسيليكسيونيها وندير كولي، وهو دوك الاخرين تيحطهم اوتوماتيك. ثم كاين شيء اخر، هو انه مثلا انا نسيليكسيونيت هاد درت لها كونترول عفوا كوبيتا كونترول سي، كليكي دو فوا مثلا هنايا تلاحظوا انه ما عطانيش الحق ندير كولي، اي ان عملية تاع كولي ما تتكونش صالحة الا باش نسيليكسيوني السيلول كلها، بينما فاش نكليك انا دو فوا بغيت نكتب ما تعطينيش ديك العملية تاع كولي. ثم كاين واحد الشيء اخر بالنسبة لهاد لي سيلول او ما يسمى بالخلية. تلاحظوا انه مجرد تنكليكي لها تنحدد واحد لي سيلول بهذا الشكل هذا تعطي واحد الكاري كحل. طيب اذا انا اللي بدي نكتب انا في وسط الكارو كحل، يكفي انني في وسط السيلين يكفي انني نكليك على مثلا ثم غادي نكتب بهذا الشكل، ولا بين نعاود نهبط نكتب تندير اونتري. تلاحظوا انه اوتوماتيك هبط لي لتحت، نعطي سبيل المثال ثم اونتري ثم سبيل المثال ثم اونتري، ولا بين نتجه انا من جهه من مثلا فاش نكتب انا 14 اونتري، تلاحظوا اوتوماتيك تهبط لي تعطيني نكتب في الكاز اللي تحتها، بينما اللي بغيت نكتب انا في الكاز اللي جنبها ما نكليكاش على اوكي، انما نكليكي على تابيلاسيون بهذا الشكل هذا. طيب وكان هنا واحد التنبيه اخر، هو انا مثلا اللي عندي انا هذا السيلين فيها الكتابه مثلا اللي هي 1548، الى بغيت نموديفي ديك القيمه اللي فيها ما غاديش انا نمشي ونكتب اوتوماتيك، انما غادي نكليكي على دو فوا اللي تعطيني لاكسي باش نغير مثلا اللي فيها، نبدل مثلا على سبيل المثال اضرب هذه بثلاثه، بينما انا لو جيت اوتوماتيك اللي كتعلى دو فوا عفوا جيت انا اوتوماتيك وكتبتها هكا، تلاحظوا انه اوتوماتيك ديزاكتيفا ليا القيمه اللي كانت فيها من قبل. و شيء اخر كاين في الكوبي، مثلا شفنا كوبي وكاين هاد كوبي بما نقص، يكفي انني ندير كونترول اكس او نحدد البارت اللي بغيت ندير لها كوبي ونكليك على هاد المقص هذا، ثم نتوجه فين بغيت نحطها اما بهذا الشكل او نحدد ديك البارتي ثم ندير كونترول في. نعم حتى لهنا الاشياء اللي ممكن نستبدوها هو عملية كوبي كولي. الى بنا نكوبي وقلنا تنسيليكسيون هاد لابارتي ثم تندير كونترول سي ثم تنتج على البلاصة فين بين كوبي، اما قلنا كونترول سي او لا تنسيليكسيون تنتج على هاد ليكون اللي فيها جوج تاع النسخ، نتج فين بين نحط مثلا وندير كونترول في. تلاحظوا انه حط لينا هاد البلاصة فين نحدد، او لا نمشي لبلاصة اخرى مثلا ونجي ندير كونترول في. تلاحظوا انه لو كليكت جوج المرات ما بقاش عندي الحق باش ندير واحد العمليه نتاع كولي،
ونفس الطريقة تتعاود بالنسبة للعمليات بحال كوبي بحال كولي بحال عفوا بحال كوبي بحال كوبي. ثم شفنا عمليات أو لا كيفيات الكتابة هذا للسيليل. قلنا أنه كنكتب مثلا ولادات أوكي تيبقني لتحت بينما دير طابيلاسيون تيدوزني للجنب بهذا الشكل هذا. ثم قلنا لبنا نموديفيو على واحد السيليل ما غاديش نمشي نكليكي عليها ونكتب اوتوماتيك، حيت الا كتبت اوتوماتيك تي اليمينا ديك الكتبه اللي كانت ديجا من قبل، انما خصني كليكي دو فوا ونموديفي داكشي اللي بغيت نموديفي. وهذه هي بعض المعلومات على كوبي كولي. اما نفس الطريقه تتعاود بحال برنامج مايكروسوفت وورد بحال اكسل نفس البرانسيب تيبقى، تتغير هي الطريقه. وغادي نكتفي بهذا القدر هذا حتى الدرس المقبل ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.